أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفصل. بالطبع التكنولوجيا ليها تأثير إيجابي كبير جدا ومحدش ينكر دورها في حياتنا، لكن هل هي بتأثر بشكل سلبي على أطفالنا ولا بشكل إيجابي؟ دايما كده عندنا مثل شعبي بيقول إيه، الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. يا ترى ده بيحصل إزاي مع الأطفال والأمهات اللي بتبتدي تسيب أطفالها طول اليوم تتفرج على أفلام الكرتون أو تلعب على السمارت فون أو على التابلت؟ ده تحديدا إن احنا نبتدي نتناقش فيه النهاردة مع ضيفي دكتور إبراهيم محمد نور، أخصائي اضطرابات لغة ونطق وتواصل. دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. والله دكتور خليك كده بقى نتكلم بشكل صريح في بعض القضايا اللي فعلا بتهم المجتمع، ومن ضمنها ان احنا عندنا دلوقتي العبء الشديد اللي بيكون على الزوج ان هو طول اليوم شغال، والام انها شويه بتكون منهمكه بالاعمال المنزليه، فبتبتدي تسيب اطفالها تتفرج على افلام الكرتون بالخمس ساعات والعشر ساعات. فيا ترى ده بيأثر بشكل سلبي على الطفل ولا في الاول القصائية؟ في الاول دلوقتي الاطفال بقوا متعلقين باللغه الالكترونيه كتير، سواء الالعاب، سواء مشاهده الكرتون، سواء مشاهدة حتى اليوتيوب. بقى الأطفال دلوقتي بيعرفوا يدخلوا على اليوتيوب أكتر من الكبار حتى. أولاً الأب والأم لازم يكونوا منتبهين جداً لمدى المدة اللي بيقعد عليها الطفل أو الطفلة عندهم. ثانياً إن الألعاب الإلكترونية دي بتعمل اضطراب في اللغة عند الطفل. بمعنى إيه؟ إن الطفل في مرحلة اكتساب اللغة أصلاً بيبقى عنده لازم يدخل له محتوى لغوي، تمام؟ الأب والأم عما بيهملوا الطفل وبيركز على موضوع اللغة الإلكترونية سواء الألعاب أو الكرتون بيحاول يقلدهم. ده شيء. الشيء الثاني بيقلدهم بقى في النطق، ممكن في كراتين كتير بتبقى بلغة غير العربي، تمام؟ وفي مشكلة برضو بنعانيها إن الطفل عايز محصول لغوي فمش بيلاقيها من الأب والأم، بيكتسبها منين؟ من الكرتون، من الكرتون والألعاب الإلكترونية وكده، بيقلدها في الحركة برضو. بمعنى إن الطفل أصلاً ما عندوش مخزون لغوي، فعما بيجي يعبر عن شيء هو مثلا عايز ياكل، هو ما تعودش مثلا ان ده في بدايه سن الطفل اللي هو بيكتسب اللغه، الام عم اهملته ما عرفش ان هو يعبر عن اللي جواه، ما عرفش يقول ان هو عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يلعب، عايز كده. فبيعوض نقص اللغه عنده ده بايه؟ بحركه. ازاي؟ هو بيقلد الكرتون، عم يبقى الكرتون مثلا في حركه كتير وبالذات عم يكون في عنف وكده فتلاقيه بيقلده. دور الاب والام هنا دور عظيم جدا. بس برضو احنا مش هنحط العاتق على الاب والام بدرجه كبيره، لان الام ممكن تكون مضطره ان هي تشتغل. طب بس خلينا نتكلم في نقطه، ان دايما الطفل في مرحله الطفوله يعني بيكون جواه طاقه كبيره جدا محتاج ان هو يطلعها او يفجر الطاقه اللي جواه. هل ممكن نقول مثلا ان افلام الكرتون مشاهدتها مش ممكن جزنا شويه بتبتدي تخلي الطفل ما يطلعش الطاقه اللي جواه، فهنا يحصل عندنا مشكله؟ لا ده بالعكس، ده هو بتخلي عنده اختزان للطاقه فبيعوضه بحركه لا اراديه. تمام. تاني شيء ان الطفل برضو بيبقى في حاجه اسمها اللغه الالكترونيه. استاذ عبد الرحمن، عما بيبقى عنده نقص في اللغه بيعوضها باللغه الالكترونيه دي. اللغه الالكترونيه دي بتعمل ربط مع اشارات المخ وبيبقى عنده ادمان للغه الالكترونيه دي، تمام؟ الطفل برضو عما بيكون مندمج قوي مع اللغه الالكترونيه بيعمل افعال لا اراديه. هي بتبقى غصب عنه، دي اشارات مخ. فبتلاقي عنده اضطراب في الحركه. طيب خلينا دلوقتي نشوف استاذه سوزي بتكلمنا من المملكه العربيه المتحده. سوزان الشمال. استاذه سوزان. استاذه سوزان. استاذه سوزان، اهلا وسهلا استاذه سوزان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ جد اشكركم قناه الصحه والجمال، اول شيء على استضافتي واستضافه الدكتور ابراهيم. طبعا عندي كلام حابه اقوله كثير عن الاستاذ، وانبسطت جدا باستضافتكم له. احنا بنشكر حضرتك، ويعني احنا عارفين طبعا ان حضرتك يعني مفسره احلام، فبما اننا بنتكلم عن الاطفال كان في سؤال لما طرحنا مداخله حضرتك يعني معانا النهارده على القناه، جالنا استفسار حابين ان احنا نعرفه. هل رؤى الاطفال او رؤيه الاطفال في المنام يؤخذ بها؟ انت قصدك رؤية الطفل؟ نعم. ايوه رؤية الطفل. اي نعم، رؤية الطفل مجرد ما يشاهد الحلم فهو يقع. لكن انا قبل ما تسألني عن التفاسير، انا مرة مبسوطة
المشاركة معاكم من أجل قناتكم، من أجل الدكتور إبراهيم. أنا الدكتور إبراهيم وقف معي وقفات، أنا عندي طفل توحدي عنده صعوبات في النطق. جلس معي الدكتور إبراهيم لما صار الولد اشتاد هذه المرحلة نهائيا. الولد ما كان ينطق أي كلام، تكلم بالكلمة الأولى والثانية والجمل. أنا لو أوفي الدكتور إبراهيم في الشكر أمام العالم كله أنا ما أوفي، فأنا أشكركم. أنا ما سويت شيء يا أستاذة سوزان، ده واجب عليا، ومهما عملت مع ابن حضرتك أو أي حالة كانت معايا فده شغلي وده واجبي، وأنا مهما عملت هحس دايما أن أنا مقصر وعايز أدي أكتر وأكتر وأكتر. فضل. الصوت مش واضح. قدموا لك الشكر. تسلم. احنا اللي بنشكر حضرتك وبنشكر حضرتك على مداخلتك الكريمه معنا. الله يعطيكم العافيه واشكركم. شكرا. بمعنى الرحمن. اهلا. ما شاء الله يا دكتور، يعني متابعين بقى مش من مصر بس، من الحمد مصر لله. الصعبية. الحمد لله. طيب دكتور نرجع بقى للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وخلينا نقول بقى هنا ان احيانا اهمال الاسره او بعدهم شويه عن الطفل بيسبب نوع من انواع العزله والانطواء، ويمكن خلال الفتره الاخيره طلعت لنا العاب زي العاب مريم والحوت الازرق اللي ابتدت انها يعني كان في حالات كتير من حالات الانتحار، فتحليلك ايه للموقف ده؟ بص يا استاذ عبد الرحمن، انت حضرتك طرقت نقطه هامه جدا. اولا الالعاب الالكترونيه دي بتشكل الطفل، تمام، في سواء في وجود الاب والام او في عدم وجودهم. حتى مع وجود الاب والام عم بيتركوا ابنهم مثلا على التليفونات او الالعاب اللي زي كده بيحصل عنده عزله في المجتمع. كويس. بيندمج مع مين؟ بيندمج مع الالعاب دي زي ما قلت من شويه، ان هو بيقلدهم سواء حركيا او لغويا، تمام. الالعاب اللي احنا بنسميها الالعاب اللي هي مش خطيره على الطفل بس، ده هي خطيره على المجتمع لانها بتهدم اسر وبتهدم قيم مجتمع. بالظبط. شفت انت الطفل مثلا اللي عايز يعمل حاجه حلو، الاب والام مش فاهمينه، فبيحاول يلجا ويكون شخصيته لمين؟ للالعاب الالكترونيه دي. تمام. اولا العاب زي اللي هي مريم او كده، الالعاب دي انا سمعت عليها كتير وسمعت عن حالات الانتحار بسببها. اولا الطفل لا يدرك هو بيعمل ايه، تمام. دور الاب والام هنا دور عظيم جدا، زي ما قلت من شويه انه مش لازم نعمل عبء عليهم، بس في نفس الوقت اصل دي التربيه. دي التربية. ثانيا ان الطفل بيحاول يثبت شخصيته ويثبت ذاته مع الالعاب دي. كان في العاب يعني بتدي اوامر. نقدر نقول هنا ان هي يعني نقدر نقول ان الناس اللي بتستهدف الاطفال تحديدا بيبتدوا ان هم يلعبوا على الجزئيه دي، هي تحدي الطفل لنفسه او ان هو يحس بذاته يعني. بالظبط. ومش شرط الاطفال يا استاذ عبد الرحمن، في مراهقين برضو. في سن السن اللي تكوين الشخصيه ده هو مش لاقي اهتمام من الاسره، مش لاقي اهتمام من الاب والام. هنا في من ضمن الـ 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 الحاجات اللي جات لنا على السوشيال ميديا ان دلوقتي بيحصل ان بعض الاطفال اللي بيدخلوا مدارس انترناشونال او مدارس لغات بتكون اللغه الام اللي بيتعلموها هي اللغه الانجليزيه، والمجتمع بتاعنا اللغه العربيه. اللغه العربيه. طب هنا مش بيحصل مشاكل او اضطرابات لغويه للطفل؟ اكيد. لانه اللي بيحصل ونحله ازاي؟ اولا هو مش مكتسب اللغه الام ليه، تمام. بيروح المدرسه بيلاقي لغه، بيروح البيت وبيلعب مع اصحابه مثلا وكده بيلاقي لغه تانية. بيحصل عنده تشتت في اللغه، في اكتساب اللغه. الطفل ما بين نارين، اللي هو ما بين المدرسه ولازم يذاكر ومامته او باباه بيذاكر له على اساس الاكاديميه في المدرسه، اما بيتعامل مثلا مع اصحابه جيرانه قرايبه بيتعامل باللغه العربيه. الاضطراب ده مشكله جدا وبيعاني منها كتير. دور الاب والام هنا المفروض يعزلوا الطفل شويه، يفرقوا له ما بين ان هو اكاديميا في لغه وفي البيئه في لغه. لكن برضو انا هقول لحضرتك حاجه، الموضوع ده هو خاطئ كمجتمعيا وكقيم يعني كحاله المجتمع خاطئ. طب ده شيء. الشيء الثاني ان المفروض الاب طالما الاب والام بيشتغلوا على الطفل ان هو هيدخلوه مدارس اجنبيه يبقى يتعاملوا مع اجنبي. لكن هنا ممكن يحصل نوع من انواع التشتت ما بين اللغتين. اكيد طبعا. طب خلينا بقى هنا، طب ننطلق هنا بقى لنقطه،
ايه العوامل اصلا اللي الطفل من خلالها بيبتدي يكتسب اللغه، عشان نوضح بقى للاسره ازاي تتجاوز العوائق دي. بس اولا يا استاذ عبد الرحمن، في اكتساب اللغه للطفل لازم لها مقومات. اولها طبعا حاجه زي المقومات الحسيه للطفل، لها السمع، البصر، التذوق، الشم، اللمس. وفي بعض العلماء اضافوا حاسه وانا بضيف صوتي معاهم، الا وهي التوازن. سواء التوازن اللغوي، التوازن او التوازن الحركي. في اخصائيين يعني كتير التوازن على المستوى اللغوي او على المستوى الحركي. بالظبط، تمام. اولا في اخصائيين كتير برضو بيشتغلوا على نمط واحد، ان الطفل بيقعد قدامهم زي ما احنا بنقول كده بالعاميه يسقوا له. الطفل بيحصل له تشتت وهو مش ظاهر عليه التشتت. التشتت الداخلي بيبقى فاقد الانتباه الذهني. طيب الحل في ده ايه؟ ان انت تعمل معاه توازن حركي شويه. يعني مثلا خد وقت من الجلسه، اعمل له فيها الجلسه وهو واقف مثلا. اعمل له فيها وانت ماسك ايده كده مثلا لمده دقيقتين. بتعمل عنده التوازن الحركي ده، بيزود من الانتباه والتركيز عنده، وبيزود من المقومات الحسيه اللي عند الطفل. تاني حاجه البيئه المحيطه للطفل. لان البيئه هو اللي بيكتسب منها، طبعا اول بيئه هي الاب والام. البيت عنده ده المجتمع الاول بتاع الطفل. تمام. والموضوع ده فيه نقاط كتيره جدا. اللي انا اتكلم يعني حاجه زي المدرسه، ان هو يدخل مدرسه انترناشونال كلها انجليش، بيطلع منها الناس بتحكي عربي، فبيحصل عنده. فالبيئه المحيطه ليها دور عند الطفل. كذلك سلامه العقل. بيبقى في حالات اثناء الولاده مثلا او بعد الولاده حالات نقص اكسجين. الحالات دي بتاثر كتير على نطق الطفل، مش شرط ان هو يكون عنده واحد، بس ممكن يكون عنده اعاقه حركيه بتاثر عليه في موضوع اكتساب اللغه. طيب يا دكتور، خلال بقى تجاربك سواء كان هنا في مصر او في السعوديه، عايزين نعرف كده بقى، يعني نخرج بقى شويه من الجانب بقى الاكاديمي، واحكي لنا بقى كده يعني عن تجاربك الشخصيه. يعني مثلا ايه اغرب حاله عالجتها؟ والله كان في معايا حاله اوتيزم طبعا. وبعدين عم قعدت مع ولي امر الطفل، فقال لي يا دكتور ابراهيم، احنا من فتره كان الولد ده كان في شيخ معاهم في نفس الشارع، قال لهم طالما هو مش بيتكلم وكده فانتوا قبل ما يجي ينام شغلوا قران. تمام. فشغلوا قران بنبره صوت عاليه، يعني الشيخ اللي بيتلو القران هي طبقه الصوت عنده كده. تمام. كان كل ما الولد يسمع القرآن يصرخ. كل ما الولد يسمع القرآن يصرخ. فطبعا استفتوا بعض، فقالوا إن الولد مصاب بالجن. ودوه الشيخ. أما ودوه الشيخ طبعا الحاجات بتاعت الجو بتاع الجن والكلام ده. أولا ده كلام خاطئ، بس الناس ما تعرفش. يعني في مثل يقول لك إيه، الغرقان بيتعلق بقشاية. صحيح. في حاجة في علم الأصوات اسمها بحة الصوت والطبقات الصوتية. في بعض مشايخ بتقرا بمقامات البحه الصوتيه بتاعتها عاليه، هو طبقه الصوت بتاعته كده. فلازم يسيستم القراءه بتاعته على طبقه الصوت بتاعه علشان يطلع بصوت كويس، لكن طبقه الصوت دي مش بتناسب الاطفال. علم الصوتيات افضل قران يطلع للاطفال هو بمقام النهاوند، زي الشيخ محمد صدق المنشاوي كده، او الشيخ ماهر المعقلي. يعني احنا هنا كده ثواني، لان النقطه دي مهمه جدا لازم اقف عندها، ان يعني ممكن يكون طفل بيسمع القران الكريم وبيحصل له زي ما انت قلت اعراض غريبه، او عنده مشكله معينه. المشكله دي يا جماعه ليست مع القران الكريم، وانما مع نبره صوت القارئ. يعني دي نقطه لازم نقف عندها، ولازم كل الاسر المصريه تاخد بالها. قلت طبقة الصوت بتاع الشيخ، طبقة الصوت، لأن طفل الأوتيزم، طفل التوحد، بيبقى عنده مشاكل في اضطرابات السمع أصلاً. يعني هو بيسمع الأشياء بصوت أكتر من الإنسان العادي، أو بيسمعها أقل من الإنسان العادي. فالاضطراب ده عما بيكون عنده، عما بيسمع صوت حد الطبقة الصوتية بتاعته عالية أصلاً، فبيسمعه بمشكلة. وبرضه في نقطة برضه، إن مثلاً حالات مثلاً زي التلعثم مثلاً والتأتأة، من ضمن العلاجات بتاعها ان هو مثلا يتلو ورا شيخ. في مصحف اسمه المصحف المعلم. المصحف ده جميل جدا للاطفال. بمعنى ايه؟ ان هو طبعا بصوت الشيخ الحصري، الشيخ محمد خليل الحصري، ان هو عما بيقرا بصوت بمقام مثلا زي النهاوند، مقام هادي، وبيتلو الاطفال وراه بيرددوا وراه، فبتلاقي الطفل بينجذب لصوت الطفل اللي زيه. تمام؟ ما علشان الناس تفرق، ان انا مثلا عم اقول للطفل لا مثلا في مشكله عنده علشان مثلا حاجه لاطاله النفس. تمام.
فبقول له اسمع، سمع الطفل القرآن المعلم بصوت الشيخ الحصري، ممكن هو بيستسهل مثلا ويقوم جايب الشيخ السعودي، زي ما بقول تحصل المشكله دي اللي هي بتاعت الطبقه الصوتيه والكلام ده. يعني هنا اعزائي المشاهدين بنوجه رساله بس، علشان انا في تعليقات دلوقتي جات لي على السوشيال ميديا، احنا هنا بنقول ان القران الكريم على الاطفال المصابه بالاوتيزم او التوحد نختار النبره اللي الطفل يسمعها الوقت الطويل، لان ده ممكن يعمل عنده مشاكل. يبقى احنا هنا بنتكلم على ايه؟ عن نبره الصوت وليس القران الكريم، لان القران الكريم فيه شفاء للناس. لازم أأكد بس على الجزئية دي علشان التعليق اللي جالي. دكتور إبراهيم، طب عايزين بقى كده في نهاية الفقرة وجه لنا رسائل أو روجيتا لكل الأسر المصرية اللي بتشوفنا دلوقتي. والله أنا هقول لحضرتك حاجة، هي مشكلة سائدة مش في مجتمع مصر بس، ده على مستوى العالم. موضوع اللغة الإلكترونية، إن الطفل بيقعد مثلا ساعات كتيرة جدا، أنت لو حسبت عدد ساعات الطفل اللي بيقعدها قدام التليفون أو قدام التاب أو قدام أي شيء إلكتروني مقارنة باللي بيقعدوا مع بوم، مفيش نسبة وتناسب أصلا. وحشتنا اللمة بتاع زمان، يعني مش شرط اللمة والله، كل الأسرة المصرية ملمومة مع بعض وبتتناقش وبتتكلم. مش شرط اللمة يا أستاذ عبد الرحمن، المقياس إن الطفل بيكتسب حاجة في سن هو بيكتسب فيه لوحده بالفطرة، فما يكتسب شيء غلط ما معلش بعد كده الأب والأم بيعانوا. صحيح. طب خليه بقى كده الخص يعني الرسائل اللي احنا طلعنا بيها كده من حلقه النهارده، ان الفيديو جيم او الالعاب الالكترونيه او الكرتون يا جماعه الوقت الطويل للطفل بيؤدي لفرط حركه، بيؤدي الى اكتساب لغه الكترونيه ممكن تضر الطفل فيما بعد. ان احنا لما الطفل التوحد يسمع القران الكريم او يعني الاصوات المختلفه نراعي النبرات اللي بيسمعها علشان لا تؤدي بشكل عكسي على الطفل، ونراعي الوقت اللي بيقعد على الطفل برضه. صحيح. خليني في نهايه الفقره اشكر دكتور ابراهيم محمد نور، اخصائي اضطرابات اللغه والنطق والتواصل. دكتور نورتنا وشرفتنا حبيبي، والف مبروك على برنامجك، وربنا يجعله فاتحه خير عليك يا رب، وانت انسان مجتهد بجد يا رب. اللهم امين. وصاحب فكر. شكرا حبيبي، وان شاء الله يكون لينا سلسله حلقات باذن الله. اكيد باذن الله. باذن الله. اعزائي المشاهدين، هيكون معانا بعد الفاصل يعني فقره من الفقرات اللي احنا بنسميها كده الفقرات الشبابيه او الفقرات اللايت، هيكون معانا الفنان ياسر ابو العلا، وهو بيقلد اكتر من 30 صوت فنان. هنعرف ازاي طوع موهبته دي في ان هو يعمل عمليه توعيه للشباب. كمان هيكون معانا الشاعر محمد راضي الحائز على المركز الاول في الشعر العامي على مستوى شمال الصعيد. خليكم معانا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته.